أهلا بكم إلى النشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار وأبرز ما فيها. قوة حماية طرابلس تدعو الداخلية لحماية الممتلكات جنوب العاصمة وتؤكد تورط شخصيات سياسية وعسكرية في دعم اللواء السابع. مسؤولون بالزاوية يؤكدون وجود أبنائهم الذين اعتقلوا في السعودية بسجون المنطقة الشرقية وأنهم تلقوا وعودا بالإفراج عنهم. وكالة رويترز تؤكد وفق مصادرها تأجيل البعثة الأممية لموعد المؤتمر الوطني الجامع وترجح عقده شهر مارس القادم. دعت قوة حماية طرابلس وزارة الداخلية وحكومة الوفاق لتحمل مسؤولياتها بشأن حماية الممتلكات العامة في مناطق قصر بن غشير والنواحي الأربعة جنوبي العاصمة. وأوضحت قوة حماية طرابلس في بيان لها الأربعاء أن قوات اللواء السابع والأمن المركزي ترهونة استخدمت المصارف الواقعة في مناطق النواحي الأربع وبعض المصانع والشركات العامة والمحال التجارية كمصدر خاص للتمويل بعد سيطرتهم عليها طيلة الأشهر الماضية. هذا وكشفت قوة حماية طرابلس أن شخصيات سياسية من حكومة الوفاق وضباطا عسكريين برتب عسكرية كبيرة وفق قولها دعموا اللواء السابع في الاشتباكات الأخيرة، مشيرة إلى أن جهاز المخابرات العامة باشر عمليات التحقيق فيما يتعلق بالدعم الخارجي الذي تلقته قوات اللواء السابع وفق نص البيان. حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أي قوة خارج الترتيبات الأمنية بالتمركز وإقامة بوابات أمنية في العاصمة طرابلس أو محيطها. يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه مصدر أمني بوزارة الداخلية لقناة ليبيا الأحرار بوجود تعاون بين وزارتي الداخلية والدفاع لتفعيل الترتيبات الأمنية بالعاصمة. الحديث يعود مجددا عن الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس بعد إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق رفضها تمركز أي قوة خارج الترتيبات الأمنية داخل العاصمة أو في محيطها. الداخلية أكدت أنها ستلاحق قانونيا أي مجموعات مسلحة غير مدرجة في الترتيبات الأمنية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي. وبحسب مصدر أمني بوزارة الداخلية فإن الإعلان لا يستهدف مجموعات عسكرية بعينها، إنما يمنع وجود أي تمركزات وبوابات أمنية خارج الخطة المتفق عليها بين وزارتي الداخلية والدفاع بحسب المصدر. من جهة أخرى يرى خبراء أمنيون أن وزير الداخلية فتحي بشاغة يحاول إيصال رسائل للمجموعات المسلحة التي لا تخضع للوزارة، ويتمثل ذلك في الإعلان الأخير وأيضا من خلال تصريحاته السابقة بخصوص تواصل مجموعات مسلحة مع بعض المخابرات الأجنبية بحسب قولهم. ويرى مراقبون أن الحل يكمن في الحوار والجلوس مع هذه المجموعات المسلحة دون التشدد معها أو الدخول في مواجهات عسكرية قد تعقد الأزمة ولا تقدم الحلول لها وفق رأيهم. الحديث عن وجود قوات أمنية لا تخضع للدولة في العاصمة يفتح باب التساؤلات والتكهنات حول إمكانية القيام بالترتيبات الأمنية على أرض الواقع، خصوصا مع التوترات الأمنية التي شهدها جنوب العاصمة الفترة الماضية والذي تم إنهاؤه بشكل عرفي بعيدا عن أجهزة الدولة الرسمية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس القيادي بكتيبة ثوار طرابلس عاطف برجيج، وعبر الأقمار الاصطناعية من مصرات رئيس لجنة متابعة الترتيبات الأمنية رمضان زرموح. وأبدأ مع سيد برجيج إن كان هو متواجد معي الآن. يبدو بأن الاتصال مع السيد برجيج ليس بجاهز، إذن أبدأ مع سيد زرموح. سيد الفاضل، كيف وجدت التعاون في تفعيل الترتيبات الأمنية بين وزارتي الداخلية والدفاع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسي على العاملين بقناة ليبيا الأحرار ومشاهديها الكرام. الحقيقة الترتيبات الأمنية موضوعة بدقة وبخبرة وبأسلوب جيد، لو طبقها فعلا لن يكون أي خرق أمني في العاصمة أو حول العاصمة. التنسيق أو التأخر في التبييض، احنا وكلنا متابعة، زرنا كل المستهدفين بالطوق الأمني وبحماية طرابلس وبموضوع المطار، لكن حقيقة لاحظنا تأخر كبير من وزارة الدفاع بعدم تجهيز المطلوب منها من المناطق العسكرية أو قوات بتحمي المطار أو حوالين المطار طبعا، والقوات اللي تكون طوق طبعا، إن الطوق هذا يفصل المدن قريبة من طرابلس عن طرابلس ويمنع دخول أي قوات غير مكلفة. الطوق هذا ثلاث مراكز، منطقة غربية لضلع والمنطقة الوسطى لها ضلع، وقوة حماية مكافحة الإرهاب لها ضلع آخر. لو تواجدت هذه القوات من فترة، وأنا من شخصيا تواصلت مع كل الجهات وزرناهم وطلبنا منهم تنفيذ الترتيبات، لكن لاحظنا التأخر. نأمل منهم صراحة خلال الأسبوع القادم يتم تواجد كل طيب هذه القوات. طيب تحدثت بأنك تواصلت مع تلك أو لديك معلومات عن تلك التشكيلات التي لم تنضوي إلى الآن إلى تفعيل الترتيبات الأمنية بطرابلس، لماذا التأخير؟ لا تأخير، زي ما قلت أن المعنيين غير مستعدين ويشكوا من عدم وجود قوات لديهم. احنا عارفين ان الجيش الليبي وقوات المسلحه الليبيه عندنا عشرات الالاف، لم يتم تنظيمهم او تجهيزهم لاي مهمه من خلال هذه كل السنوات. في اهمال كبير جدا وفي تراخي رغم الميزانيات ورغم، لكن بصراحه نقولها وكل بصراحه ان محاصر المطار المده الاخيره نتيجه الاهمال، عدم تواجد قوه تحمي المطار من الخارج، وقرار تكليف سي وزير الداخليه اضطر انه يكلم مجموعه معينه، لكن الصحيح ان منطقه طرابلس كانت مكلفه بحمايه المطار من الخارج. طيب ومديريه الامن زرموحه، لديك معلومات حول اعداد تلك القوات التي لا تزال خارج الترتيبات الامنيه والتي تحدث عنها او تحدثت عنها الداخليه واشارت بانها يجب ان تنضوي الى هذه الترتيبات، واذا رفضت ذلك ستلاحقها قانونيا؟ الترتيبات الأمنية الوضعت كانت تعني القوات المسلحة اللي هي المنطقة العسكرية الوسطى والغربية وقوات مكافحة الإرهاب، إنما التشكيلات المسلحة اللي خارج هذا الإطار لا يحق لها التواجد. الحقيقة أن نحن نحتاج إلى وعي فعلا من الجميع، وأن لا قدر الله ممكن تنشب حرب. الآن ظروف صعبة، في تقدم لبعض الجهات اللي تطمع في استيلاء طرابلس او تغيير الحكم في ليبيا. لا قدر الله لو قد نشبت حرب حتكون مدمره المره هذه، ممكن ضحيتها هو الشعب الليبي او سكان. طيب سيد زرموح، اريد قراءتك للبيان الصادر عن قوه حمايه طرابلس والذي دعا فيه وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤولياتها خاصة في مناطق قصر بن غشير والنواحي الأربعة، كيف نفهم ذلك؟ هل هذه المناطق هي يعني تماما خارج نفوذ وزارة الداخلية أم ماذا؟ زي ما قلت، طرابلس لها طوق أمني والمطار برضو لها طوق أمني، لو نفذت هذه الأشياء المطلوبة لكان تقل هذه الآن القوات اللي خارج طرابلس وحولين طرابلس وغير معنية بترتيبات الأمنية، يجب أن يكون وضعها، يتم وضعها وتحاور معها وتعي نفسها أن خلاص الدور الآن لقوات مسلحة ولوزارة الداخلية، ويجب أن نحن حتى مستعدين أن نتحاور معهم ونشوف طلباتهم ونشوف الذي يعلموا أن لأن وقت بناء دولة يجب أن نعي مصلحتنا ومصلحة ليبيا. أن تأخرنا كثير في بناء قوات المسلحة وفي بناء كل إدراتنا الأمنية،
يجب ان يعود. طيب ذات البيان تحدث عن وجود شخصيات سياسيه وعسكريه ايضا قامت بتمويل اللواء السابع، كيف وجدت هذا التصريح الوارد بالبيان؟ والله طبعا البيان ربما وزاره الداخليه لها ادارات ولها جهات تستطلع في العموم يعني، ولديها اخبار تاتيها من جهات الاستخباراتيه، وهذا من حقهم يصرحوا اذا كان في هذا الكلام موجود، لكن نحن لا نريد تصعيد الموقف، لا نريد الواقع الحقيقي ان هذه التشكيلات المسلحه موجوده على الارض وبقوه، يجب ان ناخذ بيدها ونسمع كلامهم، ويجب ان هم يعوا. طيب اليس هذا بتصعيد من مصدر البيان، والا يؤثر على الترتيبات الامنيه المتوقعه بطرابلس؟ لا، بالوعي وبالفهم وبالحوار نفهم بعض، واحنا كنا ليبيين سواء الترتيبات المقصودات الترتيبات الامنيه او التشكيلات المسلحه، هم برضه ليبيين وبعضهم اغلبهم كان له دور في 17 فبراير وتغيير النظام، لكن يجب ان يعوا الان. ربما في الماضي وجود فراغ في الامن من وجود عدم الوجود الداخليه والقوات المسلحه، تم فعلا تكليفهم بمهام، لكن الان نسعى لاقام دوله كل مؤسساتها، وهم يكون لا عيب او لا ضرر ان يكونوا جزء من هذا النظام، لكن باسلوب اخر وبطريقه اخرى. طيب سيد زرمو، هل الترتيبات الامنيه هي ذات الترتيبات المتفق عليها في اتفاق الزاويه او في اجتماع الزاويه، ام طرأ عليها اي تغيير؟ لا، انا قلت لك التاخير في تنفيذها مشكل يعني، حقيقة لاحظنا أن القوات المسلحة غير مستعدة وغير جاهزة لتنفيذ ما طلب منها. مفروض من أكثر من شهر تمركزت هذه القوات في أماكنها، وحتى ما حصل في المطار ما كانش يحصل لو كان فيه قوات. الآن احنا نسعى إلى تكليف كتيبة من تابعة لرئاسة العامة، وحددناها أن يكون في المنطقة اللي بين ترهونة وطرابلس كقوة عازلة لأي تصادم أو اختراق للعاصمة، وإن شاء الله نسعى أن رئاسة الأركان والكتيبة المكلفة اللي هي الكتيبة العاشرة أن يتم تجهيزها وإدخال هذه الموقع، وإحنا مستعدين لمساعدتهم، وحتى الأهالي فعلا كلمناهم وهم راضين على وجود هذه الكتيبة باعتبار ان مقرها موجود اصلا في هذا المكان، وهذه كتيبه مشكله من عده مدن وليس من مدينه واحده او من جهه واحده وتابعه لرئاسه الاركان العامه. رئاسه الاركان العامه اشكرك سيد زرمو، حتى اصبحت واضحه في هذا الملف. هذه كتيبه في اسرع ممكن. اشكرك رمضان زرمو، في اسرع ممكن. كنت معنا من مصراتة عبر الاقمار الاصطناعيه، رئيس لجنه متابعه الترتيبات الامنيه. اما السيد عاطف برجيجا القيادي بكتيبه ثوار طرابلس فقد تعذر التواصل معه. أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أمس الأربعاء عن القبض على ضابط من المعارضة التشادية بعد مداهمة أمنية بمنطقتي أسوان والكريمية بجنوب غرب طرابلس. وأوضحت الوزارة أنه خلال المداهمة تم القبض على مجموعة مسلحة من جنسيات غير ليبية كانت تقوم بعمليات سطو مسلح وحرابة وخطف وقتل تحت التعذيب بمنطقتي أسوان والكريمية، من بينهم ضابط برتبة مقدم في المعارضة التشادية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أفادت بمشاركته في عدة حروب وفق قولهم. ودعت مدينة بني وليد الأربعاء أحد أبرز وجهاء وأعيان ليبيا محمد شفتر الذي وافته المنية إثر نوبة قلبية قبل يومين. وشارك الشيخ محمد سالم شفتر في حل عديد الخلافات القبلية وأسهم في تحقيق المصالحة الوطنية وإرساء السلام في مناطق عدة كان آخرها فض الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس في مطلع يناير الجاري. رجل من رجالات ليبيا الصادقين البارين بوطنهم الحاضر يغادر الدنيا بعد جهود بذلها لإحلال السلام بين المدن والمناطق في ليبيا،
محمد شفتر رجل قدم وقته وعلمه ومرؤته وصدقه لأهله ومدينته ووطنه، لم يتأخر يوما عن واجبه في الصلح ولم الشمل، وكان يقوم دائما بالأعمال التي من شأنها أن تلم شمل الليبيين عامة، وكان دائما في أماكن رأب الصدع سواء بين الأخوة الأشقاء أو بين القبائل أو بين المدن أو بين حتى المكونات الاجتماعية على مستوى ربوع ليبيا. الحقيقة اليوم افتقد الدكتور محمد شفتر العمل الاجتماعي اللي دائما يسعى إلى رأب الصدع ولم الشمل الليبيين. مسيرة الراحل شملت فض النزاع الأخير في جنوب طرابلس وإصلاح ذات البين، كما كان لديه زيارة مع وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة لمدينة نسمة لمعالجة المشكلة الحاصلة، لكن الأجل وفاه قبل أن يصل. عرفت هذا الرجل من خلال محك العمل بالمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة باعتباره أحد جنود لجنة التواصل الخارجي بالمجلس، فعرفت فيه التفاني والعمل والمصداقية في العمل والشغل، ودائما في مقدمة العمل الاجتماعي لا يغيب، كان حريص كل الحرص على رأب الصدع في ليبيا بشكل عام، ولملمت شتات الوطن والمحافظة على النسيج الاجتماعي والرتق الاجتماعي باعتبار أخونا محمد اللهم اغفر له ورحمه في هذا اليوم قدم الكثير والكثير، وسيرته عطرة بالمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة دائما في مقدمة العمل الوطني. بإذن الله سنشاهد بكرة منطقة آمنة وخالية من الصراع بإذن الله تعالى. محمد شفتر سيظل رمز الإيمان في قدرة المواطن على رسم السلام واستعادة الثقة وبناء العلاقات الاجتماعية لأجل التقدم والرخاء. أكد عميد بلدية الزاوية الغرب عبد الكريم الأبح وجود المواطنين الليبيين من مدينة الزاوية الذين اعتقلوا في السعودية منتصف 2017، أكد وجودهم في سجون المنطقة الشرقية. وقال عبد الكريم الأبح في تصريح لليبيا الأحرار الأربعاء إنهم حصلوا على تطمينات بالإفراج عن هؤلاء المحتجزين خلال الأسابيع الثلاثة القادمة. من المملكة العربية السعودية إلى السجون في المنطقة الشرقية تحولت اليوم مطالب أهالي الزاوية بإطلاق سراح ثلاثة من أبنائهم الذين جرى اعتقالهم منتصف عام 2017 بمطار جدة الدولي ولأسباب غير معلنة. تأكد رسميا لمسؤولين في الزاوية تسليم السلطات السعودية الموقوفين إلى سلطات المنطقة الشرقية. عميد بلدية الزاوية الغرب عبد الكريم الأبح وفي تصريح للأحرار قال إنهم حصلوا على تطمينات من القادة العسكريين في مدينة بنغازي بالإفراج عن المحتجزين خلال الأسابيع الثلاثة القادمة. أكدون القادة العسكريين بأنهم موجودين وبصحة جيدة، وإن شاء الله فترة وجيدة كما أسلفت سيكون عرس كبير في هذا الميدان. هذه التطمينات بالإفراج عن المحتجزين جاءت عقب زيارة وفد من بلديات وأعيان ومشايخ الزاوية الكبرى للمنطقة الشرقية شملت مدينتي بنغازي والمرج، والتقوا خلالها بنظرائهم من بلديات وأعيان المنطقة الشرقية. وكان عدد من أهالي الزاوية قد تظاهروا مرارا في مدينة الزاوية وأمام القنصلية السعودية باسطنبول ولندن للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم ودعوة السلطات الليبية للتحرك في القضية. أكد مصدر أمني مسؤول بمدينة سرت لليبيا الأحرار اعتقال أحد قادة ما يعرف بتنظيم الدولة خليفة البرق من منزله مساء الأربعاء، موضحا أن البرق حاليا رهن إجراءات التحقيق. ونفى مسؤولون أمنيون في المدينة وفق ما أوردته وكالة رويترز مشاركة قوات أجنبية في العملية مثلما زعم بعض سكان المدينة على حد قولهم. وكانت مدينة سرت قد تحررت من قبضة عناصر التنظيم على يد قوات البنيان المرصوص في ديسمبر من عام 2016.
إلى زبرة، حيث أقيم بالمدينة اجتماع تقابلي لمديريات الأمن ووكلاء النيابة العامة بمدن زوارة، لعجلات، لجميل، ورقدالين وزلطن. وناقش الاجتماع الذي جاء بدعوة من المحامي العام الزاوية وبرعاية نيابة العجلات الابتدائية المشاكل والتحديات التي تواجه مديريات الأمن والأجهزة الضبطية التابعة لها وسبل تذليلها، فضلا عن بحث أوجه التعاون بين الجهات الأمنية. هذا وأصدر المجتمعون عددا من التوصيات، أهمها إنشاء غرفة أمنية مشتركة تضم جميع مديريات الأمن بالمناطق للتنسيق في ضبط الأمن فيما بينها. بدينا عدة نقاط، منها على سبيل المثال التعاون الأمني بيننا، وإحنا في صدد الأيام القادمة إن شاء الله بافتتاح مؤسسة مليتة، وإحنا الآن في صدد افتتاح مؤسسة النساء في منطقة صرمان. تمت مناقشة العديد من بنود متمثلة في التنسيق والتعاون التام بين مديريات الأمن والنيابة العامة فيما يتعلق بحالة القضايا وعمليات الضبطيات. طبعا هذا الاجتماع كان في بخصوص خطة أمنية شاملة لتأمين البلديات والمديريات المجاورة، والنقاش في بعض الأمور الجنائية طبعا مع السادة وكلاء النيابة والسيد محامي العام. نقلت وكالة رويترز للأنباء اليوم الخميس عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن البعثة الأممية ستؤجل على الأرجح عقد المؤتمر الوطني الجامع لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتنازعة. وقالت رويترز أن المؤتمر الجامع قد يتم تأجيله حتى مارس القادم، وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة يعتزم عقد هذا المؤتمر في الأسابيع الأولى من السنة الجارية مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو القادم. بعد أن جرى تحديد موعده في الأسابيع الأولى من العام الجاري خلال مؤتمر باليرمو في نوفمبر الماضي، بدأت مواقف وتصريحات البعثة الأممية ومبعوثها غسان سلامة تتغير شيئا فشيئا، بل وتبدو ضبابية بشأن موعد انعقاد المؤتمر الوطني الجامع. وكالة رويترز نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن البعثة الأممية ستؤجل على الأرجح المؤتمر الجامع لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتنازعة. رويترز ذكرت أن المؤتمر الجامع قد يتم تأجيله حتى مارس القادم، وهو موعد غير أكيد حتى الآن، إذ سبق لسلامة أن صرح لقناة الحرة الأمريكية قبل أسابيع أن البعثة الأممية لن تحدد موعدا نهائيا للمؤتمر إلا بعد أن تتحصل على قبول مسبق من جميع الأطراف بمخرجاته. وفي وقت حدد فيه سلامة ملامح خطته عندما صرح قبل أسابيع أن البعثة ستتجه لعقد مؤتمر جامع تليه الانتخابات النيابية، فالاستفتاء على الدستور، وفي النهاية عقد الانتخابات الرئاسية. عاد المبعوث الأممي في تصريحات جديدة ليخلط الأوراق من خلال تأكيد أن تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية أو العكس هو أمر متروك لتفاهم الليبيين عليه. تصريحات البعثة الأممية حول المؤتمر الجامع توازيه آراء ومواقف متباينة على الصعيد المحلي، ففي ظل استمرار المفوضية العليا للانتخابات في حملتها لتشجيع المواطنين على التسجيل في الانتخابات استعدادا للاستحقاق الدستوري، شكك رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية في نجاح المؤتمر، قائلا في تصريحات سابقة إن نجاح المؤتمر يعتمد على توحيد السلطة التنفيذية، فيما عدا ذلك لن يحقق شيئا وقد يعزز الانقسام على حد قوله. وسبق لرئيس مجلس النواب عقيل صالح والناطق باسم عملية الكرامة أحمد المسماري أن اتهم غسان سلامة بالانحياز لطرف على حساب آخر، الأمر الذي يطرح تساؤلات إلى أين يتجه المسار السياسي بين الأطراف الليبية في ظل تباين وجهات النظر حول المؤتمر الوطني الجامع، وهل سيتمكن سلامة من تحقيق توافق بشأنه قبل مارس القادم. قال رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية إن من أفشل جهود توحيد السلطة التنفيذية والوصول للانتخابات في ليبيا هي الأطراف التي يتشاور معها المبعوث الأممي غسان سلامة ويصفها بالفاعلة. وأضاف نصية في تغريدات له عبر حسابه في تويتر الخميس أن من حق الليبيين معرفة الأطراف الفاعلة التي يتشاور معها سلامة،
لتحديد المسؤولين عن إطالة أمد الأزمة، مطالبا سلامة بتسمية الأطراف التي يتواصل معها لتتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية كونها تعرقل الحل في ليبيا بحسب تعبيره. وينضم لنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش. لماذا بدأت تتغير مواقف وتصريحات البعثة الأممية بشأن موعد انعقاد المؤتمر الوطني الجامع؟ يعني كيف نفهم هذا التأجيل؟ أنا أعتقد أن التأجيل كان ربما ضروريا، مع أني لا أعتقد أنه تأجيل، ولا لأن غسان سلامة منذ البداية قال لم يرتبط بموعد محدد كما حدث في باريس عندما حدد 10 ديسمبر للانتخابات الرئاسية، قال بأن في الأسابيع الأولى من شهر يناير، والآن تحركت ربما إلى فبراير أو مارس، لأن هناك أطراف التي تحدثتم عنها الآن، السيد نصية ومجلس النواب، الذين بعد فشلهم خلال 3 سنوات من التعامل مع البندين الأولين في خطة غسان سلامة، وهي تعديل الاتفاق السياسي واعتماد الدستور، لا ليس هناك بد من الذهاب إلى الملتقى الوطني العام أو المؤتمر الوطني العام، وهو ما يعارضه كل من له يد في السلطة الآن، مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى خليفة حفتر الذي لا يريد أي مفاوضات سياسية ويقوم الآن بمغامراته في الجنوب. نعم، طيب يعني هل هذا التأجيل برأيك يعني مرشح للتأجيل مرة أخرى في حال عدم توافق الأطراف، لا سيما وأن سلامة يعني عادة ما يربط عقد المؤتمر بالتوافق حول مخرجاته؟ بالطبع كما أسلفت، فشل البند الأول، فشل مجلس النواب ومجلس الدولة في تحقيق البند الأول من خطة السلامة، وهو تعديل الاتفاق السياسي، وكنت على محطتكم أول أمس مع الدكتور المريمي عضو مجلس النواب، وقال لم نضم الاتفاق السياسي، وأنتم تعلمون أن التعديل العاشر من المفترض أنه ضمن الاتفاق السياسي، فشل تعديل الاتفاق السياسي وفشل اعتماد الدستور، فالآن أمامنا المؤتمر الوطني الجامع، وعلى هذا الأساس نعم. يجب التأني ويجب أن نضمن بأن هذا المؤتمر سينجح. نعم. السبت الماضي كان هناك اجتماع في أحد الدول الأوروبية ضم إيطاليا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا، وضم أيضا الإمارات ومصر، وكانت مصر معارضة لعقد المؤتمر الوطني الجامع أكثر حتى من الإمارات، بينما أيدت بريطانيا وأمريكا وإيطاليا عقد المؤتمر. غسان سلامة سيذهب الأسبوع القادم إلى الجزائر، وهي كلها محاولات لإيجاد الظروف اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر، لأنه ربما سوف لن تكون هناك خطة باء بعد هذا المؤتمر. طيب الآن يعني نجاح هذا المؤتمر على مدى يعتمد برأيك؟ يعتمد على عدة أشياء، ولكن أول وأخيرا يعتمد على هل لدى الليبيين الإرادة لحلحلة هذه المشكلة أم لا، وأيضا هل لدى الليبيين ما يكفي للضغط على مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي وقولهم ما هو الضرر في أن يختار الليبيين في انتخابات برلمانية جسم جديد. الواقع هو أن مجلس النواب يريد انتخابات رئاسية لكي يبقى هو الجسم التشريعي، ومجلس الدولة يريد لهذا العملية كلها كما هو الحال مع المجلس الرئاسي الذي يغدق الأموال الآن على مجلس الدولة، يريدان تعطيل العملية برمتها لكي يبقيا في مناصبهم. وعلى هذا الأساس هناك صعوبات جمة، ولكن أعتقد أن الليبيين يعرفون ما الذي يجري ويعرفون تشبث هذا الحزب الأمر الواقع بمناصبهم الآن ومعارضتهم لملتقى وطني جامع قد ينتج عنه انتخابات برلمانية لجسم جديد ربما يطيح بهذه الأسامة كلها. نعم، سلامة أكد في تصريحاته أنه يعني يتشاور مع الأطراف الفاعلة، فيما قال رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام منصية، قال إن هذه الأطراف التي يتشاور معها سلامة هي من تعرقل الحل في ليبيا، ودعاه إلى تسميتها. كيف تقرأ مقاله نصية بالخصوص؟
نصية لا يمثل لجنة الحوار ولا يمثل مجلس النواب، نصية يعرف ما هي الأطراف الفاعلة التي تعطل الحوار، هو خليفة حفتر وهو مجلس النواب. نصية يعرف بأنه عندما ذهبت، أنا كنت في ذلك الوفد الذي ذهب من مجلس الدولة إلى لاهاي للاجتماع بفريق حوار من مجلس النواب، ورفض فريق الحوار من مجلس النواب الجلوس على مأدبة غداء بدعوة من الوزير الخارجية الهولندي مع فريق مجلس الدولة. هذا هو التعطيل، ليست هناك أطراف أخرى تقف في وجه تعديل الاتفاق السياسي والحوار. كان لديهم مدة سنة، ذهبنا إلى تونس ولم يحدث شيء، اجتمع السويحلي وعقيلة صالح في روما ولم يحدث شيء، اجتمعت لجان الحوار في تونس وفي طبرق والقبة والقاهرة وطرابلس ولم يحدث شيء، اجتمع المشري وعقيلة وحفتر والسراج ولم يحدث شيء، واجتمع السراج وحفتر في باريس واحد ولم يحدث شيء. ما الذي يجب علينا أن نقوم به كليبيين لكي نعرف بأنه لا أمل في هذه الأجسام، وأنها تحب هذه 15,000 أو 17,000 في الشهر لأنها ليس لديها عمل آخر تعود إليه، وهي متشبتة بما لديها الآن من مناصب ومزايا؟ نعم، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش، شكرا جزيلا لك. النشرة مستمرة وفى بعض الفاصل. انتعاش في موسم البحث عن الترفاس في الزنتان وسط إقبال من المواطنين عليه رغم ارتفاع أسعاره. لو كان بقى على هذا الحال لا كانت المصالحة أسهل، لكن الصراع تحول من هذا إلى صراع بين مدن وقبائل. ما نقدرش نقول فيه ليبيين ما عندهمش وطنيه، والله ما يحبوش ليبيا، والله ما يبغاش كذا، ولكن يبوها وفق مصالحهم. هل كان من الصعب في الجنوب ان يكون هناك عمل اهلي يحفظ الحد الادنى من الامن؟ الجنوب يختلف تماما عن الغرب الليبي، والله حتى عن الشرق. اولاد يتعاركوا مع بعضهم، واحد يكتب واحد، انت عارف المجتمعات القبليه فيها عمليه التار لمطالبهم، هي مرتباتهم، مطالبهم مرتباتهم، قالوا احنا ناخذ مرتبي ووقع لك استقالتي غادر. مشايخ توارق ومعاه عيان تبو ومعاه عيان الأهالي، هم تهادوا لهم الناس تولي قايمين بالدور الكبير. لقاء خاص مع رئيس مجلس حكماء وأعيان الطوارق في أوباري أحمد ماتكو يأتيكم في الأوقات التالية. حماية طرابلس تدعو الداخلية لحماية الممتلكات جنوب العاصمة وتؤكد تورط شخصيات سياسية وعسكرية في دعم اللواء السابع. مسؤولون بالزاوية يؤكدون وجود أبنائهم الذين اعتقلوا في السعودية بسجون المنطقة الشرقية وأنهم تلقوا وعودا بالإفراج عنهم. وكالة رويترز تؤكد وفق مصادرها تأجيل البعثة الأممية لموعد المؤتمر الوطني الجامع وترجح عقده شهر مارس القادم. أهلا بكم من جديد. عبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن شكوكه حول العملية العسكرية التي أطلقتها قوات حفتر مؤخرا في الجنوب. وقال صنع الله في تصريحات نقلتها صحيفة الغارديان البريطانية إن أزمة حقل الشرارة قد تتعقد في ظل هذه العملية العسكرية، مضيفا أن المنطقة الجنوبية في حاجة ماسة إلى حلول تنهي مشاكله الإنسانية عوض الحلول العسكرية وفق قوله. كما أكد صنع الله وفق الموقع الرسمي للمؤسسة أنه لا يمكن أن تنجح الإصلاحات السياسية في غياب إصلاحات اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى ضرورة إبقاء المؤسسة بمعزل عن كل النزاعات الداخلية.
وتزامنا مع العملية العسكرية في الجنوب، أصدر قائد عملية الكرامة خليفة حفتر قرارا بصرف مكافأة مالية قدرها 5000 دينار لكل فرد ممن سماهم القوات المساندة. ونص القرار على مطالبة كافة أمراء المجموعات بإحضار كشف بأسماء وأرقام حسابات أفراد كل مجموعة إلى مقر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية في مدة أقصاها شهر لتسلم مكافآتهم وفق نص القرار. بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني ميلاد الطاهر مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن مناطق سبها، أم لرانب، الشاطئ والأوضاع المعيشية والخدمية بالمنطقة الجنوبية. وتناول المجتمعون خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في طرابلس المشاكل التي تعانيها المنطقة الجنوبية وسبل معالجتها بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للوزارة. اتفقت الدول المشاركة في اجتماع للمنظمة الدولية للهجرة في النيجر على إقرار توصيات في مجالات الأمن والصحة وتعزيز القدرات العملية لقوات الدفاع والأمن بما في ذلك البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود. جاء ذلك في اختتام فعاليات اجتماعات المائدة المستديرة التي نظمتها الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الداخلية النيجيرية وبمشاركة ليبيا وتونس والنيجر والسودان وتشاد ومالي، حيث ناقشت آليات تفعيل التعاون وتعزيز الجهود بين الدول في مجال أمن الحدود والهجرة وآليات التنسيق فيما بينها لتعزيز أنظمة المراقبة الأمنية والصحية على امتداد مسار البحر الأبيض المتوسط. أعلن السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني أن اليوم الخميس هو آخر يوم له سفيرا بطرابلس. ووصف بيروني في تغريدة له عبر حسابه الشخصي أن تجربته في ليبيا كانت غير اعتيادية ومكثفة، متمنيا للشعب الليبي النجاح في سعيه لتحقيق الاستقرار والازدهار. عقد أمس الأربعاء بمنطقة تمنهنت الاجتماع الأول لمديري فروع اللجنة الوطنية للعمل التطوعي على مستوى المنطقة الجنوبية. هذا وناقش اللقاء العديد من النقاط والتي كان أهمها إعادة تفعيل فروع اللجنة الوطنية وإعادة الهيكلة التنظيمية لها، وكما تطرق الحضور إلى كيفية إطلاق حملات توعوية تثقيفية لشرح أهمية العمل التطوعي وإمكانية إقامتها خلال الفترة القادمة بمناطق الجنوب. ناقشنا فيه العديد من المواضيع التطوعية المختلفة في شتى مجالات الحياة، من أهمها توعية وتثقيف في برنامج العمل التطوعي الشبابي في مختلف مؤسساتنا التعليمية، وحددنا العديد من الأنشطة داخل مناطقنا في كل حسب ظروف المنطقة الحالية. نظم التكتل النسائي بالتعاون مع مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة العمل والتأهيل اليوم الخميس بطرابلس ورشة عمل حول الأساليب المعاصرة في إدارة المؤسسات. واستهدفت الورشة النساء العاملات في الإدارات الوسطى وفي الوزارات والهيئات الحكومية والباحثات عن فتح مشاريع تجارية، حيث تهدف الورشة بحسب القائمين عليها إلى رفع كفاءتهن بشكل عملي ضمن أساليب الإدارة الحديثة. رفع الكفاءة المهنية بإننا على الأقل يكون في موائمة بين الزمن المعطى للمؤسسات وفي نفس الوقت المنتج المطلوب سواء كان سلعي أو خدمي من كل موظف على حدة، لأن أنت لما تجي تقول الموظف يقول لك أنا نشتغل، لكن على أرض الواقع تجد أن المؤسسة يعني لا تعطي ما هو مفروض منها أو ما هو متوقع من جانبها. اليوم الأول أخذنا الأساسيات الإدارة الحديثة ومفاهيم الأساسية للإدارة، وأخذنا العناصر العملية الإدارية، وبعدين آخر بند كان معرفة أوجه التشابه أو الفرق بين إدارة الأعمال والإدارة العامة. أقامت بلدية سوق الجمعة ورشة للطفل القارئ لما تمثله القراءة من أهمية قصوى في تشكيل وعي الطفل
واتساع ثقافته وتنمية الفنون لديه وفقا للقائمين على الورشة. الورشة استهدفت تلاميذ الصفوف الأولى تشجيعا للقراءة عبر تجسيدها بصريا وحركيا في مسرحيات أدها التلاميذ لإيصال العبرة والفكرة. نتابع. تعد مهمة تربية وإعداد جيل متوازن نفسيا وناجح علميا ونافع لنفسه ولمجتمعه تحديا كبيرا يواجه كل أسرة ومؤسسة تعليمية، لكن أحد أهم الجوانب التي تسعى كل مؤسسة تربوية إلى زرعه في الطفل هو تربيته على أن يكون صاحب شخصية قيادية. نظمنا اليوم ورشة عمل اللي هي من أجل تفعيل يعني المكتبة المدرسية، المكتبة داخل المدرسة اللي هي طبعا المكتبة بدل ما كانت يقروا قصص بس، فاستعملوا هم استراتيجية حديثة واللي هي أخذ العبرة عن طريق إقامة بعض المسرحيات الهادفة اللي هي تخص المسرحية، وطبعا الهدف منها اللي هي التجسيد، لما يجسد الطفل المسرحية هذه يطلع بعبرة ويطلع يعني بتنمينا مواهب الرسم والإدراك الحسي والبصري والسمع. مسرح الحكاية، قصة في صورة، ألعاب لغوية، سباق الصور، قصة وعبرة ومعرض ألوان وحروف كانت أهم منشط منظمة انطلق للتنمية المستدامة لحقوق الطفل في مدرسة الجولان للتعليم الأساسي ببلدية سوق الجمعة، بهدف التثقيف والتوعية من خلال عديد الفقرات التي استهدفت التلاميذ في المراحل الدراسية الأولى. طبعا أهداف الورشة من أهم أهدافها تنمية قدرات الطفل وإبداعاته في فن القراءة، وهدية ايضا ابراز مواهبه في المحادثه. طبعا احنا منظمه لحقوق الطفل نعنى جدا وهدي قائمين جدا بتفعيل حقوق الطفل، اتمنى ان كل الاطفال ينالوا حقوقهم بالذات في برامج التعليميه اللي هي حتساهم مساهمه كبيره جدا في بناء الطفل، منها بناء التعليم وبناء الدوله. الطفل المبدع في الاصل هو شخص موهوب، لكنه يحتاج إلى تنميته وصقله بالتجارب، كما أنه بحاجة ماسة إلى حرية حقيقية وتعبير مطلق عن أفكاره وأحلامه ليحلق بها إلى آفاق جديدة. افتتح بمستشفى طرابلس الجامعي طرابلس الطبية الخميس قسم علاج أمراض الكلى للكبار بسعة 25 سريرا بعد أن كان يعاني من نقص الإمكانيات ولا سر الكافية. وأكد رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي نبيل العجالي على أهمية قسم علاج أمراض الكلى للكبار لما سيقدمه من خدمة لمرضى الكلى داخل المستشفى. كما أعلن العجالي عن استكمال التجهيزات لافتتاح قسم غسيل الكلى بسعة 20 كرسيا، والذي سيسهم في تخفيف العبء على مركز غسيل الكلى طرابلس بطريق الشط. قال وزير الصحة بحكومة الوفاق حميد بن عمر إن عدد المصابين بمرض الأشمانيا بلغ نحو 5000 حالة وفقا لإحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عدد من المناطق. وأضاف بن عمر خلال لقاء خاص مع علي بالأحرار الأربعاء أن عدد الحالات المصابة بمرض الأشمانيا هذا العام كانت فوق المتوقع، مشيرا إلى وصول نحو 2050 حقنة من منظمة الصحة العالمية، حيث سيتم البدء في توزيعها خلال الأيام القليلة القادمة. كما أشار بن عمر إلى أنهم بحاجة إلى زيادة الميزانية المخصصة لاستيراد الأدوية من الخارج، وأضاف أنهم في تواصل مع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي لإضافة استثناءات على كميات الأدوية التي يحتاجها المواطن بحسب وصفه. فيه نقص عام ليس في أدوية، حتى الأدوية اللي في القائمة النمطية زي ما قلت لك نتيجة السنتين الماضيات اللي ما تمش فيه الاستيراد بشكل منتظم. أمامنا حلين، يا أما يكون في استثناء من رئاسي، وأعتقد هذا واضح أن الأدوية ما هيش مستثناء. الحل الآخر أن تنزاد الميزانية اللي يدعم بها جهاز الإمداد عشان نقدروا نستوردوا الكمية اللي نحتاج لها من الأدوية. نظم مركز الجبل لتعليم وتأهيل الصم وضعاف السمع في مدينة البيضاء الأربعاء
احتفالية بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول. الاحتفالية تضمنت العديد من الفقرات لطلاب المؤسسة والتي تغنت بالوطن والمحبة والسلام، كما تم تكريم الطلبة الناجحين للصف التمهيدي والابتدائي لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي. نحن اليوم هنا بخصوص احتفالية بسيطة لتكريم الطلبة المراحل الأولى التمهيدي والأول والثاني والثالث ابتدائي، وكانت لنا احتفالية بسيطة باش نغطي هذه الاحتفالية. اليوم نشكر كل من كان وراء هذا العمل من معلمين، من إدارة، من جميع القطاعات دون تحديد، فكلهم لهم منا كل الشكر. اعتبارا ان شاء الله من بكره يبدا عندنا المراحل من رابع ابتدائي الى غايه المرحله الثانويه امتحان نهايه الفصل الاول. يعاني سوق بيع الاسماك في مدينه الخمس من قله الرواد رغم وفره المعروض من المنتجات البحريه. ويشتكي العاملون في قطاع الصيد من نقص اليد العامله وتهالك المراكب، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الصيد. أصناف مختلفة من الأسماك، منها المحلي ومنها المستورد، تعج بها محل سوق الحوت بمدينة الخمس، لكن السوق بات اليوم يشتكي قلة الإقبال من المواطنين جراء أزمة السيولة النقدية. والله نعاني طبعا من نقص السيولة ومن نقص المية، وسوق مش زي التامكا وزين قوات وحديد وبريك، سوق مش زي الاسواق الثانية، يعني مش زي طرابلس، مش زي زليطن، مش زي مصراتة، سوق تشبح فيه قدامك والخمس تشبح فيها، وما شاء الله خيراتها حوتها بناسها. تعاني تجارة الأسماك وقطاع الصيد البحري من عديد المشاكل في الآونة الأخيرة، منها الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة وانعدام الدعم الحكومي لها، ما يجعل مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني محدودة في ظل عزوف العمالة الوطنية وانتشار طرق الصيد غير القانونية. مشاكل نعاني منها من نقص البحارة، نقص الرياص، باقي عند المصريين هم الكباتنه في العالم، هم اللي يجيبوا في الحوت، هم اللي كل شيء، هذه نقصة العماله المصريه، باقي هم بالاخير هم المصريين هم اللي يخدموا معنا هنا، هم اللي ماشيين معنا، ماشيين مع الليبيين يطلعوا في الحوت ونسترزقوا معهم ويسترزقوا الليبيين كنا، ويرخص الحوت، يجوا المصريين يرخص الحوت، ما هناكش مصريين يغلى الحوت. ايوه، والبحر من كثر اضطرابات البحر، والبحر شوف ما شاء الله الحوت، شوف ما شاء الله خيرات واسعار متناول الجميع. مخزون بحري استراتيجي وقيمة اقتصادية واعدة ما زالت تدار بطرق بدائية في انتظار سياسة حكومية فاعلة تقوي قطاع الصيد البحري وتحسن من أوضاع العاملين فيه. هلال حسين أيوب مواطن حول حلمه إلى حقيقة على أرض الواقع عبر تصميم سيارة بمواصفات عالية تتماشى مع طبيعة منطقة جبل نفوسة. تصميم السيارة التي تختلف كثيرا عن تصميمات السيارات العادية استغرق شهرين حتى ظهرت بشكلها الفريد الذي يبعث على الدهشة. نتابع. سيارة أيور كباو ظلت حلما طيلة 20 عاما، واليوم أصبحت واقعا وفي غضون شهرين من العمل المتواصل لتنطلق في شوارع وأزقة كباو. المهندس هلال حسين أيوب، أو كما يسمونه في كباو بالياباني، عمل في مجال الميكانيكا لعقدين من الزمن توجد بفكرة هذه السيارة الكلاسيكية. كان حلم قديم يعني، فبديت بشوي لتو الثورة هذه طبعا واتت الفرصة، فبديت الحلم اللي كان في السابق فبديت ننفذ فيه. فطبعا اخترت نوعية التصميم وبديت نجمع بشوي بشوي. أنا كان عندي محرك يعني قديم، فمن خلال المحرك هذا وجدت الفكرة، وهي فكرة قديمة، فبديت نجمع في السيارة، والحمد لله
توفقت الأمور وتمت رغم ظروف صعبة، يعني إمكانيات ما فيش، نفتقر لحاجة بسيطة يعني، حتى مرات مفتاح تدور عليه ما تلقاش. من داخل هذه الورشة وبمعدات بسيطة تم الانتهاء من صناعة أول آلية في عالم صناعة السيارات في ليبيا بقوة تصل إلى 16 حصانا وتعمل بالبنزين وصديقة للبيئة وذات مواصفات عالية تتماشى مع طبيعة الجبل. والسيارة هذه طبعا أعتبر ما فيهاش أعطال، يعني أعطالها ما فيها، إنما ما دخلناش عليها أمور إلكترونية، لأن الإلكترونية والحديثة هذه أمور البوكس وأمور الثانية الكهربائية فيها أعطال، ولما تعطل لابد فيها شحن ولابد فيها يعني تأخذ تكلفة باهظة، لكن هذه ما تأخذش، هذه تصلحها في أي مكان حتى في وسط الصحراء. أيور كباو اسم اختاره هلال تيمنا باسم حفيده ومدينته، فالسيارة بشكلها الفريد من نوعه أصبحت محط إعجاب ودهشة الكثيرين في المنطقة لقدرتها العالية وإجراءات الأمن والسلامة التي تتمتع بها. تعج مدينة الزنتان هذه الأيام بالعديد من الباحثين عن الكما أو ما يعرف محليا بالترفاس لما له من قيمة غذائية عالية، ورغم ارتفاع أسعاره إلى نحو 120 دينارا للكيلو الواحد إلا أن المواطنين يحرصون على استخدامه وتناوله خلال فصل الشتاء. مدينة الزنتان تعتبر من أشهر المدن بيعا للكماء أو ما يعرف محليا الترفاس لاشتهار منطقة الحمادة الحمراء بها. المدينة تشهد هذا الموسم انتعاشا وتوافرا للترفاس الذي يخرج الشباب للتخييم على مدى أيام بحثا عنه. نطلع الحمادة نجيبه في الترفاس نتجنوا، أول ما نطلع من هنا طبعا سيارات دفع رباعي ولا سيارات عادية، نركب 4 أنفار 5 نمشي من هنا ندير بضاعتنا وبرنامجنا وبنزينتنا وكل شيء، نطلع نوصلوا غادي نبنوا خيمة نقعمزوا نمشوا نجن ونبدا نحفر في الترفاس، نلقوا فيه طبعا في قاع وفيه اللي طالع على برا صلع نجن، وبعدها نبدا نحولوا من مكان لمكان طبعا، وبرا يمين وبرا يسار بالخمس كيلو 7 كيلو 8 كيلو. يبدأ موسم التقاط الترفاس من منتصف شهر نوفمبر حتى أواخر مايو، وتتراوح أسعاره ما بين 50 دينارا وحتى 120 دينارا للكيلو الواحد. نأخذ الكيلو 55 65 جملة ونبيع فيه، نبقي فيه للناس بالكيلو، واحد يأخذ زوز كيلو واحد 3 كيلو على 80 75، يبدأ من 50 للـ100 هذا بالنسبة للنوع الأحمر، والنسبة للأبيض نأخذ فيه جملة 100 نبيعه فيه لحد 120. يبدأ حسب المطر، حسب المطر يبدأ من 15-11 ممكن لغاية أول 5، هذا بالنسبة كإنتاج الحمادة الحمراء. هذه الأسواق فرصة لمواطني الساحل والعابرين لشراء الترفاس رغم ارتفاع ثمنه، فالفوائد الصحية للترفاس تجعله مطلبا يحرص الناس جميعا على استخدامه وتناوله. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. قوة حماية طرابلس تدعو الداخلية لحماية ممتلكات جنوب طرابلس وتؤكد تورط شخصيات سياسية وعسكرية في دعم اللواء 7. مسؤولون بالزاوية يؤكدون وجود أبنائهم الذين اعتقلوا في السعودية بسجون المنطقة الشرقية وأنهم تلقوا وعودا بالإفراج عنهم. ووكالة رويترز تؤكد وفق مصادرها تأجيل البعثة الأممية لموعد المؤتمر الوطني الجامع وترجح عقده شهر مارس القادم. وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت ليبيا الأحرار.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.